موجة ثانية لما تكون موجة تكون عدد، ومن بعد يزل وينزل العدد مدة، ومن بعد تعاود ترجع بنفس العدد وأكثر وكلش موجة، موجة ثانية. نحن في موجة ثانية، العالم في موجة ثانية. Le vocabulaire a changé. On parle de deuxième vague. Et même, يقولوا موجة ثانية أخطر. إحنا انضمينا لها الكوفاكس مع 171 دولة. أمضيت أنا باسم الوزارة في 30 أوت. نكونوا إحنا مع 170. نشروا الفاكسان بأقل سعر وأحسن سعر. لأن ضامنين كامل مع بعض لما يكون موجود، مهما يكون سعر الباكسان يكون موجود للجزائريات والجزائريين، هذا مضمون.